السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم عن في مدخل الحمراء، أو قصيدة نزار قباني في مدخل الحمراء. نزار قباني شاعر سوري، ولد في دمشق من عائلة تهتم بالأدب والثقافة والفن. تزوج من امرأة تدعى بلقيس عن قصة حب شهيرة، وتوفي في لندن. ومن أشهر مؤلفاته قالت يا السمراء والرسم بالكلمات. التقى الشاعر نزار قباني بفتاة إسبانية عند مدخل قصر الحمراء، رأى فيها الملامح العربية الأصيلة، عينان سوداوان وسمراء، وشعر أسود منساب. فاستغرب نزار قباني هذه الملامح العربية الأصيلة في هذه الفتاة، وقال لها: هل أنت إسبانية؟ تقول: نعم، وفي غرناطة ميلادي. عندما قالت كلمة غرناطة أو مدينة غرناطة، استعاد فيها نزار قباني قرون مضت، استعاد فيها وبدأ يستذكر أيام الأمويين عندما دخلوا فاتحين للأندلس بقيادة طارق بن زياد. ويقول: ما أغرب التاريخ، كيف استطاع أن يعيدني إلى هذه الأزمان أو لهذه القرون الماضية، وجعلتني أستذكر دخول الأمويين بقيادة طارق بن زياد لهذه البلاد. وبدأ يتذكر خيول بني أمية وراياتهم المرفوعة حيث فتحوا الأندلس. ويقول: ما أغرب التاريخ والأيام التي أعادته إلى حفيدة من أحفاده بعد كل هذه القرون. وأنه يتعجب من التاريخ، لأنه رأى في الفتاة الملامح العربية وكأنها واحدة من حفيدات العرب. كما أنه كان يستذكر الشاعر منزله القديم في حي من أحياء دمشق، حيث نومه واستقراره، وبدأ يستحضر الأماكن الجميلة في دمشق. ثم بدأت هذه الفتاة الإسبانية بسؤاله عن دمشق، فيقول: إن دمشق هي ماثلة فيك، في شعرك المنساب، وهي موجودة في وجهك وفي ملامحك العربية. بعدها بدأت هذه الفتاة تسير مع نزار قباني وتريه قصر الحمراء، ويقول بأنها سارت معه لتعرفه على الآثار الإسبانية، حيث صور شعرها بالإنسان اللاهث الذي يركض خلفها، وصوره أيضا بالسنابل التي لم تحصد بعد، ويقول بأن لونها كان أسودا، وصور قرطها المتدلي على عنقها كالشموع المتلألئة ليلة الميلاد. يتأمل، ثم بدأ الشاعر يتأمل الزخرفات كأنها كائن حي في جماله، كما يتأمل الزركشات أو الزركشات على السقوف كأنها إنسان حزين يستصرخ ممن تركوها ورحلوا عنها. ثم بدأت هذه الفتاة بتعرفة الشاعر على قصر الحمراء، وتقول بأن هذا القصر مجد أجدادي الموجودة في جدرانه ونقوشه. ثم وبدأت تنسب هذا البناء والمجد إلى أجدادها الإسبان. تعجب الشاعر من الفتاة، كيف نسبت هذا المجد إلى أجدادها، وأثارت في نفسه حزنين أو جرحين، والجرحين وردتا في البيت 15: أمجادها ومسحت جرحا نازفا ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي. قصد بالجرحين: الجرح الأول إنكار الفتاة والغرب، الحضارة العربية الإسلامية ودورها في بناء حضارتهم. أما الجرح الثاني فهو خروج المسلمين من الأندلس. وبدأ يتمنى الشاعر: يا ليتها لو أنها تعرف بأن ما نسبته لأجدادها لم يكن إلا هو ورث من أجدادنا نحن العرب. وحينها ودع الشاعر المكان
بأنه وقال بأنه بهذه الكلمات أو بهذا البيت الشعري بأنه يعانق طارق بن زياد فاتح الأندلس كدليل على عروبة أجداد هذه الفتاة. أول إشي بدنا نكتبه في الدفاتر مناسبة القصيدة. يقف الشاعر نزار قباني على آثار العرب في غرناطة وتذكر أمجاد العرب وعزهم، حيث التقى نزار بفتاة إسبانية على مدخل قصر الحمراء، وهذه الفتاة تحمل الملامح العربية الخالصة أو الأصيلة. ثم بدأنا بتعداد الأفكار الفرعية للقصيدة، البيت 1 و2 ولقاء الشاعر بالفتاة، من 3 إلى 6 استحضار الشاعر أمجاد العرب في الأندلس، من 7 إلى 10 استحضار الشاعر ذكرياته الدمشقية، من 11 إلى 14 افتخار الفتاة بأجدادها، من 15 إلى 17 حزن الشاعر وحسرته على أمجاد العرب بالأندلس. ثم نبدأ بتعداد الكلمة والمعنى. الحمراء هي اسم مدينة في الأندلس، أطيب أروع، اللقية هي اللقاء، غرناطة مدينة في إسبانيا بناها المسلمين، تينكي اسم إشارة، جياد جمع جود وهو الخيل، عادني أرجعني، تمد تبسط، رصعت زينت، الثغر هو الفم، يلهث يتنفس، يتألق يضيء، القرط هو حلي تعلق بالأذن، جيدها رقبتها. حبيت أن أكتب الجرحين حتى يعني لو أجاكم سؤال عليها تعرف ما هما الجرحان. الجرح الأول في البيت 15، الجرح الأول إنكار الفتاة والغرب الحضارة العربية الإسلامية، الجرح الثاني خروج المسلمين من الأندلس. هذه القصيدة بنيت على الحوار، كان يوجد في القصيدة حوار خارجي بينه وبين الفتاة، ويظهر ذلك في البيت 3 والـ10 والبيت 11 والـ17. أما الحوار الداخلي كان بينه وبين نفسه، ويظهر ذلك في البيت 6، 7، و8. أما الصور الفنية، الصور الفنية في الشعر يلهث خلفها، آسفة، الشعر يلهث خلفها. هل الشعر يلهث؟ لا، وإنما صور شعر الفتى بإنسان يركض فيه يركض وفيه إشارة لطول الشعر. يتألق القرط الطويل بجيدها، صور القرط اللامع المتدلي بشمعة مضيئة، والياسمينة رصعت بنجومها، شبه زهر الياسمين بنجوم تزين الشجرة، شعرك المنساب نحو نهر سوادي، شبه شعرها المنساب بنهر لون مائه أسود، كسنابل تركت بغير حصادي، شبه شعرها بالسنابل. أما العواطف التي وردت في القصيدة، إن عاطفة الافتخار بأمجاد العرب والمسلمين، أيضا عاطفة الحزن على خروج المسلمين من البلاد، أيضا عاطفة التحسر على إنكار الغرب للحضارة العربية الإسلامية. وهيك أنا قدمت شرح كامل للقصيدة مع تحليل كامل لها من ناحية العواطف والصور الفنية والأسئلة ممكن أن ترد حول هذه القصيدة. أما حل الأسئلة حيكون إن شاء الله حصة أخرى.